مغلوقة. إذا وخسرنا دي المد أمو دي المغلوقة نعم دي المد لبعض التقنياتنا المغلوقة إلا يعني تحضر بمختلف الطرق ما عليه غير تغني تبع 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 مغلوقة ماشي نسن مركبة من جزئين أساسيين وهما أليتي دلبزار. نبدأ بأول مرحلة أليتي. أليتي بتاع إنزح قديس. إنزح قديس سميد فرنا تيسنت وبطبيعة الحال وجعلنا من الماء كل شيء حي أمان. نبدأ في طريقة تحضير أليتي. نكب سميد أسهل ومبعد فرنا ومبعد أمان. فرينة سميد ومبعد أمان. الكمية من فرينة تساوي إلى نصف الكمية من السميد. أجنس بعد ما يتنوت الخلاط ضربا مبرحا شيء ريتيد يكون الشكل صام بهذه الكيفية. إن شاء الله يزاقه يخيف يكون بهذه الكيفية. عينك هي ميزانك ما لا أموني. ومبعد أتنادن بشكل مزور أن نرقب كيفاش أدنوجد لبزار. بطاطا زالي تيف سناخ الكرون طماطيش فلفلة تادونت دويسو مرحي ايسو مرحي اوه يفرض اما تادونت ماذا بكم ما تكون ديس تادونت خاطرش تي الشخص يقل طعم من غير شكل انزوها اماريسوني زاد دبشة الأحرار، العكري، الكسبر، نعناع القرن. قديمة نورحان نعناع بهذه الكيفية لو زيت تميز أحيحت تميز أحيحت أحيحت النج لبزار بهذه الكيفية أرجوبة أموني أسوشيك ثبت عمرت بالتونين والتجل الأغنية الرسمية لو أن أموديو البتاع دي لحدي تمودات ماذا بيكم أديو معا سيز الوان إذا القرن سلبا بناك وزينات نفغ النمود مغلوقة الجدود لن تقغي راس مغلوقة الجدود لن تقغي راس نظر إلي أنا أسمت أسمت من بسيطة وعطش نوحة وبعد أنا أخذ كلش أكلا أبقى يجيلي أنا أخذ كلش بشكل نظر هذا شو بعض المعنى القليل تما البزار واللي لازم تنجد ونغلب بس برك يعني هذو نمون تفتيت ومن بعد كملنا نوايا مع اخر المغلوقه تكون بالطريقه التاليه تبعت وحدي ادنبي اريتي اتنسرس امس من المقله ومن بعد انشكل سيس دائره هيك نشكل سيس دائره انشكل هيك تدويرات بهذه الكيفيه نخدم سكون ابل اون كريب تمليت ستوم زابط اتنسق راه عندنا اكنت ستوب لاحظت وتتي ستوب اللي راه مني ولكن باش ياكل تقيل باش كنت توي يغلب ومن بعد سيني انزوا نخدم دوزيام ايطاج دوزيام ايطاج سبت هادي تخدم انجليس لبزار انجليس لبزار اتنفرش على كامل اين تمليت مني نفرش ديس لبزار اموني بهذه الكيفيه ماشي كنترك مداني على الصوره اموني ومن بعد تنشارجها كل حد كيفاش راني خصها تيشارجي خصها تيشارجي غير تيشارجها بالسي المهم على حسب العدد وعلى حسب الوقت على حسب الظروف فوالا المهم قد تفوت مغلوبه السيزون ومن بعد نكمل تروزيام ايطاج تروزيام ايطاج دبا
تمليت ولكن الكميه نوريتي ودون نتزورت فوالا انزو اموني ما راك خدمه اصلا مقلاي كني ما راهش هضره غير المقله فايتسن بوغ الي فيت بشك ان شاء الله قد نوجد الجر في الوقت المناسب فوالا ومن بعد تتنري الكوت هذه قلاي مارود مني وداي ومن بعد دقيقه دوجدن اتنسق اتنجي مارو اتو هادي ود مني مزوار اتلاحظ من بعد بالسي اتبدا منسي تسيبي منسي المقلا ومن بعد التي ليا تسيبي منسي تحرش من المقلا يا مارو شيطر تلصق نتحرش من المقلا اتنف تحرش اسنج عملية شقلبة اتنجي اتو بعد دقيقة ونصف دقيقة تدوجدن دقيقتين نلاحظ بلي تلعيا تسيبي منس ها الحليب ومن بعد سنج عملية الشقلبة عملية الشقلبة من طريقة يابانية طريقة يابانية إلا لازم تزاكين سوتو مايو أتقل ها ولما مزوال يقلايا شيء يخدم يا يتكمل في تسني مارو بشك يمارو بعد دقيقيت تكون واجدة دويرة المغلولة وما لا تنتج طبقنا عن طبقين وما لا تجي قاس كون ابل ديكوباج انكار اتنكر على 4 على 5 على 6 على 8 على حسب الحضور نتا على 4 قاعد في المثالي تكون على 4 ما تحدي لو حكيت تخسر تنكبت تمر ما من ان شاء الله ممكن تشتري كومبليت خلاص كسمت